السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على رفع العلم الجزائري والمغربي في مباراه اتحاد العاصمه والجيش الملكي المغربي، يعني وين التزمت بعثه الجيش الملكي المغربي بقوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والذي تقضي بجلب عالم المغرب قصد يعني رفعه على يعني في الملعب 5 جويلية، يعني الملعب المواجهة واجه الفريق الاتحاد الجزائري نظيره الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ورفع منظمون العلم الجزائري والمغرب على سرية الملعب 5 جويلية الأولمبي مرفوق بعلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولم تشهد مواجهة أي تهويل من خلال التزام الفريق يعني الجيش الملكي بالبروتوكولات المنصوص بها في المنافسات الإفريقية. يعني ما كاش هضره على الاعلام تاعهم نورمال، جابوا الاعلام. انا ما هذو صوالح من بعد عرفناهم، سقسينا عرفنا لازم اي منتخب ولا اي نادي يجي ديك البلاد يعني سفاره تاعو، ولا تكون كاينه سفاره، ولا تكون يلقاو السفير زعما كي ما داوش معاهم الاعلام، يعني يدو معاهم يعني الوازن. فماك السفاره هي اللي تدبر راسها، هي اللي توجد الاعلاميه كلش، يعني وين قوانين تاع الاتحاد الافريقي كيما هكا، ماشي الدوله اللي ماشي النادي اللي غادي يستضيفك هو اللي يجيب لك الاعلام، ولا تجيب معك اعلامك، ولا عندك سفاره هي تجيب اعلامها، هي تعطيك الاعلام، هي كلش كيما هكا، يعني بدون تهويل، بلا تهويل، بلا يعني بروتوكول كلش فات منصوص بها يعني في المنافسات القاريه. هذه هي القوانين يعني بروتوكولات يعني المنصوص بها يعني في المنافسات القاريه. وتفادت البعثه الجيش الملكي المغربي التاويلات التي حصلت في مواجهه شبيبه القبائل والوداد البيضاوي وما صاحبها من مغالطات في قضيه رفع العلم المغربي في ملعب 5 جويلية. وينص وتنص لوائح الكاف على ضرورة جلب الفريق أو منتخب الضيف العلم والنشيد الوطني الرسمي الذي يمثل بلاده، أي زعمك المغرب اللي تجي تونس اللي تجي مع إعلامها، ولا سفارة عندك سفارة تاعك هي تدبر هي تجيب لك الإعلام تاعك، عندك مسؤولين يهضروا مع مسؤولين تجيب الإعلام تاعك وصايق. هذه هي ماشي قضية غير المغرب، هذه ماشي قضية على المغرب، ماهيش قضية على المغرب، هذه باش يتهموها يعني هذاك كيسموه واحد مصريه ايام كان والو مغاربه جابوا على نتاعهم. ما انت اش دخلك اصاحبي، اش دخلك تحوسوا غير على بالك هما لقاو على بالك الاتحاد العاصمه لقى الجيش الملكي يعني ضيفه ليشان، ضيفه ليشان، مباراه ما كانت مباراه احتفالات يعني الانصار اهداف، يعني ما كان حتى حاجه ناقصه ولا زايده، كلش نورمال. شادنا واحد مصري لازم لا نسكت عليها ومنا، ولازم المغرب لا تسكت عليها، وماذا حدث لهم في الـ في الـ في الـ في المطار، وهاي باي مالك يا صاحبي، انت مصري ريح انت، يا شوف في كي ترقص وصايب، تش دخلك حاجه بيناتنا احنا يا مكمل يا ولي، بيناتنا تدخلوش روحكم انتوما على بالك، ما تدخلوش روحكم بين اللحم والصفر، ما تدخلوش روحكم باش تولي يدخل بين اللحم والصفر غير مستخد، تدخلوش روحكم، حاجه بيناتنا حنايا، كاين صيله تاع اهل وكاين بزاف صوالح، تدخلوش روحكم صاروا، ما تدخلوش روحكم انتوما على بالك مصاروا على بالك، يسمحوا لنا بشي كاع خاطر كاين حبابي بزاف نهضر معاهم، والله العظيم يسمحوا لنا على بالك، هادو كاين هادو المواقع هادو تاع فتنه بنادم، على بالك حرام دير فتنه على بالك بها، حرام بين زوج مسلمين يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، على بالك بلي حرام بنادم يدير فتنه، على بالك هادو المواقع هادو والله لا عيب عليكم واش راكم ديروا على بالك،
سبحان الله بارتيات تلعبت نورمال، استقبال بالحليب والتمر والورد والناس منا وعندهم وراحوا عندهم وجاو يعني وكملت البارتيه بالسلام والتعناق نورمال ما كان والو. تشوف انتيا تدخل عندهم صالون، انت واش دخلكم هضروا على محمد صلاح للنيني وهضروا؟ والله العظيم انا نشوف يسمحوا لي بعض عندهم صالون، والله لا نهضر معاهم يهضروا معايا احترام كبير بيناتنا. بصح سيلا والله لا كاين ناس في المواقع، واحد الناس راهم كل ما خرجوا يعني استغلوا يعني الازمه بيننا وبين المغرب، بين الجزائر والمغرب استغلوها ودخلوا. كيما ذاك ابو حسقه هذاك ما معك يسموه يعني حراق هذاك حسقه ولا معك يسموه هذاك ابو حراق، انا عيط له ابو حسقه. هذو زوج واحد زوج تاع يوتيوبر يديروا في رحبهم وانتش دخلكم يديري هضر على توما على بالك باللي البارح والنامس النهار اللي لعبت الرجاء في الاهلي على بالك باللي مصري ربط الاعلام تاع فلسطين. اخويا راحوا حبسوها سي محمد، هضروا على هذه تدرش على حاجه بيننا وبين المغربه، بيناتنا هذو الصوالح بيناتنا رانا عايشين بيهم هذو الصوالح. دخلوش رواحكم، دخلوش والله لا بصح دخلوش رواحكم. وين نعاود نولو وين تنص اللوائح الكاف على ضرورة جلب فريق أو منتخب ضيف للعالم والناشئ الوطني الرسمي الذي يمثل أي بلد كان، وخاض مسؤولين الفريق الاتحاد يعني وخاصة وين خص مسؤولين الفريق الاتحاد الجزائري البعثة المغربية باستقبال حار يعني يعكس مدى العلاقة الأخوية التي ترتبط يعني الشعبين الجزائري والمغربي. واستحسن الناطق الرسمي للفريق العسكري المغربي يعني فريق الجيش المغربي الأجواء والظروف التي صادفوها فور وصولهم إلى الجزائر، وجرت المواجهة ذهاب ربع نهائي الكاف بين الاتحاد الجزائري والجيش الملكي المغربي في أجواء رائعة وفي روح رياضية عالية جدا، وصنع أنصار الفريق اتحاد العاصمة الحدث خلال لقاء برفعه تيفو عالمي أبهر به المتتبعين مكتوب عليه عبارة يعني حماة نادي لن يستيكون حتى يروا النور مجددا. هذه هي احنا وين احنا المهم الفوز يعني فوز بروح رياضية هي وين هي الفائز الوحيد وهي الروح الرياضية، الفائز الوحيد روح رياضية. احنا كمان كرياضيين نبغي الرياضة وكلش، انا ما تشرفنيش انا تاع المقايسة ومن انا متبليش باللي صعيب باش طالع، عمرك لا تكون صعيب. انا واحد من الناس انا ضد هذيك تاع اللي تقايسوا في الصطاد، ضد تاع اللي تصفروا على الاعلام تاع الناس، انا ضد هذو الصوالح، انا ضد ضد ضد. شوف بيت عايره بيت تصفر عليه بيت قايسه هذو الصوالح لموهم ديرهم في الشبك، هز الشبكه. بكري كنا نلعبوا منا توالي ماركونا ولا يغبنونا في اللعب ولا نولوا دايرين على العربيت لونترينير كانوا لي زونترينير كانوا التربيه كيداير يقول لك اي تهدرش مع العربيت هدر مع الشبكه هدر مع الشبكه يقول لك هدر مع الشبكه تهدرش مع العربيت هدر الشبكه. هذه هي الشبكه برك من جيل الضربه تاع النيجر تشغضوني الحكره ماشي مليحه تشغضوني مي طاحوا لي واحد يصلي لربي واحد يركع ربي واحد يقايس فيه بالقرع كاش كاع هذه كيما الضربه تاع الترجي جياس تاع الترجي بالقرع المقايسه وكلشي الصوالح ماشي مليح كاع ما يخدموناش هاد الصوالح ما يخدموناش. بصح صورة اليوم تاع الياسمه لا يعطيهم الصحه أنصار تاع الياسمه لا يعطيهم الصحه والله لا برافو على الأنصار تاع الياسمه شوف أنصار من ذهب الله يعطيهم الصحة. نقولك على حاجة تعجبك تعجبك هي تعجبك تعجبك. كنا دخلت كنت في القهوة دخلت نتفرج قلت لهم كنا كانوا دايرين فيا ريال مع كانوا دايرين مارسي مع ليون. أيا قلت لهم قلعوا قلت لهم تفرجوا قعدنا نتفرجوا يعني أنصار ما شاء الله والله العظيم على بالك بلي عجبتنا البارتية نسينا مارسي وليون والله لا نسيناها أنا واحد من الناس نسيتها خلي قلت لهم نتفرجوا الحاجة اللي تهمني أنايا مارسي عندها مواليهم يتفرجوا فيها وليون عندها مواليهم يتفرجوا فيها نتفرجوا الحاجة اللي أنا اللي تهمنا حنايا هذه هي والله الله يعطيهم الصحة.
لا يعطيهم الصحة، لا يعطيهم الصحة. أنصار تاع اليسمى والله لا ردوا الاعتبار، يعني ردوا الاعتبار في على واش صرا في الاستاد، والله لا ردوا الاعتبار. حق معاهم يقولوا أنا ماشي من بكري نعرف بلي اليسمى أنصار تاعو حار رياضيين، كي تشوفهم دايرين مشاكل تخلع. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومن شي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويسعد عيدكم خوتي.